بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان مضاعفات عدد. إذن لاحظوا معي، خمسة، عشرة، 15، 20. إذن خمسة إذا أضفنا إليها خمسة يساوي 10، 10 إذا أضفنا إليها خمسة يساوي 15، 15 إذا أضفنا إليها خمسة يساوي 20. إذن هذه الأعداد هي مضاعفات العدد خمسة، أي خمسة في واحد يساوي خمسة، خمسة في اثنان يساوي عشرة، خمسة في ثلاثة يساوي 15، خمسة في أربعة يساوي 20. إذا خمسة في واحد يساوي خمسة، خمسة في اثنان يساوي عشرة، خمسة في ثلاثة يساوي 15، خمسة في أربعة يساوي 20. إذن هذه الأعداد هي مضاعفات العدد خمسة، يعني أن الناتج هو مضاعف للعدد خمسة. خمسة في واحد يساوي خمسة، ناتج هذه العملية هو مضاعف للعدد خمسة. عشرة هي مضاعف للعدد خمسة، 15 مضاعف للعدد خمسة، 20 مضاعف للعدد خمسة، يعني النواتج هي المضاعفات. كذلك بالنسبة لعشرة فهي مضاعف للعدد خمسة ومضاعف في نفس الوقت للعدد اثنان، يعني أن ناتج ضرب العددين فهو مضاعف لكل منهما. خمسة فهي مضاعف للعدد خمسة ومضاعف للعدد واحد، 15 مضاعف لخمسة ومضاعف لثلاثة، 20 مضاعف للعدد خمسة ومضاعف للعدد أربعة. إذن ناتج ضرب يعني عددين يكون مضاعفا لكل منهما. سوف ننجز بعض التمارين. أحدد مضاعفات العدد سبعة المحصورة بين العددين 16 و39. إذن أعيد، أحدد مضاعفات العدد سبعة المحصورة بين العددين 16 و39. إذن أحدد مضاعفات العدد سبعة المحصورة بين يعني 16 و39. إذا نبحث نعم عن المضاعفات العدد سبعة. إذا سبعة في واحد يساوي سبعة، سبعة في اثنان يساوي 14، سبعة في ثلاثة يساوي 21. إذا 21 العدد محصور بين هذين العددين، إذا 21. سبعة في أربعة يساوي 28، سبعة في خمسة يساوي 35، سبعة في ستة يساوي 42. إذن هذه هي المضاعفات للعدد سبعة المحصورة بين العددين 16 و39. نضيف تمرينا آخر.
أحدد مضاعفات العددين 3 و 6، المحصورة بين العددين 16 و 31. إذن أحدد مضاعفات العددين 3 و 6، المحصورة بين العددين 16 و 31. إذن أولا سوف نبحث عن مضاعفات العدد 3، إذن 3 في 1 3، 3 في 2 6، 3 في 3 9، 3 في 4 12، 3 في 5 15، 3 في 6 يساوي 18، 3 في 7 يساوي 21، 3 في 8 24، 3 في 9 يساوي 27، 3 في 10 يساوي 30. إذن هذه هي مضاعفات عدد 3، يعني المحصورة بين 16 و 31. ثم نبحث عن مضاعفات عدد 6 المحصورة بين العددين 6 في 1 يساوي 6، 6 في 2 يساوي 12، 6 في 3 يساوي 18، 6 في 4 24، 6 في 5 30. إذن هذه هي مضاعفات العدد 6. إذن لاحظوا معي الأعداد الآتية: 18 21، 24 27 30، هذه مضاعفات العدد 3. ثم الأعداد 18 24 30، هناك يعني مضاعفات مشتركة بين العددين بين 3 و 6. إذن ما هي يعني المضاعفات المشتركة بين العددين؟ هناك 18 ثم هناك 24. إذن 18 ثم، إذن هذه مضاعفات مشتركة بين العددين. إذن مضاعفات المشتركة بين العددين 3 و 6 هي 18 و 24. إذن هذه مضاعفات مشتركة بين العددين. إذن لاحظوا معي، نأخذ مثال من مضاعفات العدد 6. إذا أخذنا 18 زائد 24 يساوي 42. إذن مجموع هذين المضاعفين للعدد 6 يساوي 42، و42 هو مضاعف للعدد 6. إذن هذه قاعدة، فمجموع مضاعفين لعدد هو مضاعف لذلك العدد. إذن مجموع هذين المضاعفين يعني 18 و24، فهي من مضاعفات العدد 6، مجموعهما هو 42، فهو كذلك مضاعف للعدد 6. لاحظوا معي، إذا أخذنا يعني نفس المضاعفات للعدد 6، مثلا 30، هنا لا نتحدث فقط عن 18 و24، كذلك إذا
يعني جمعنا 18 مع 30 أو 30 مع 24، فإن دائما المجموع يعني الخارج فإنه يكون مضاعف للعدد. بالنسبة لي نأخذ 30 ناقص 18 يساوي 12. إذن الفرق يعني بين مضاعفين للعدد 6 يساوي 12، 12 فهي مضاعف للعدد 6. إذن كذلك قاعدة أخرى، إذن فإن الفرق بين مضاعفين لعدد يكون مضاعفا لذلك العدد، يعني الفرق لمضاعفين لعدد يكون مضاعفا يعني للعدد نفسه. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.